وأسعد الله مساءكم بكل خير. نحييكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة ضمن منافسات هذا السباق المحلي الرابع. على الهواء مباشرة ينطلق في هذه الأثناء هذا الشوط الأول الرئيسي الخاص بسن الجذاع لهجن أصحاب السمو والسعادة الشيوخ. برنامجنا المسائي وبرنامج الأشواط هو عبارة عن إقامة 20 شوط، هذا هو أولها، انطلق في هذه الأثناء على الهواء مباشرة. مرحبا بالمشاهدين عبر شاشات التلفزة. وبرنامجنا لهذا المساء عبارة عن إقامة 14 شوطا، هذا هو أولها على الهواء مباشرة. مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول عالية لهجن المرقاب مع خميس بن سعيد بن صالح الزرعي على مقدم لهجن المرقاب، بينما المضمر خميس بن سعيد الزرعي يتابعها في التضمير. ننتقل للمركز الثاني معاني لهجن الشحانية، يضمرها محمد بن خالد العطية، 14 شوطا، هذا هو أولها. المركز الثالث وصلة الزبارة لهجن الشحانية، مضمر فاران بمحمد بن قريع يتابع الزبارة اللي تحتل المركز الثالث. ننتقل للمركز الرابع ومن تصل على المركز الرابع جمرة لسعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان آل ثاني، يضمر جمرة بخيت بن سعيد بن مسعود. ننتقل للمركز الخامس ومن تصل على المركز الخامس في هذه اللحظات، المركز الخامس تصل وتتقدم مهرة لهجن الشحانية، يضمرها الذهبي سالم بن فاران المري. هذه النتيجة مشاهدين الأعزاء، وهذا هو نداءنا الأول في الشوط الأول الرئيسي المفتوح. الشوط جر يا مضمرين كما يقال، هجن المرقاب على مقدمة الشوط، ولكن غيرت هجن الشحانية في هذه اللحظات. التغيير من معاني لهجن الشحانية، يضمرها محمد بن خالد العطية، بينما
المركز الثالث اللي من الجانب الآخر من تصل في هذه اللحظات الزبارة لهجن الشحانية أيضا بمتابعة فران بن محمد بن قريع، بينما المركز الثالث في هذه اللحظات عالية لهجن المرقاب مع خميس بن سعيد بن صالح الزرعي في التضمير. ننتقل للمركز الرابع، وصلت فيه جمرة لسعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان آل ثاني، انضم ربخيت بن سعيد بن مسعود، بينما المركز الخامس تصل وتتقدم الضبية لهجن الشحانية يضمنها سالم بن فاران. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء والحفل الكريم. العودة إلى مقدمة الشوط في شوط أشبه بما يكون بشوط الحقائق، ما شاء الله سرعة قصوى في سن الجداع في هذا المساء. ونعود إلى المقدمة، هجن الشحانية تسيطر على المقدمة من خلال انطلاقة الزبارة لهجن الشحانية بقيادة وتضمير الصامل فاران بن محمد بن قريع، يتابع الزبارة في التضمير. المركز الثاني تصل هجن المرقاب مع عالية تتقدم في المركز الثاني بقيادة وتضمير خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. المركز الثالث وصلت فيه معاني لهجن الشحانية يضمرها المشاغب محمد بن خالد العطية، يتابع معاني اللي على المركز الثالث. المركز الرابع وصلت من هجن الشحانية، تقدمت بشعار الأدعم الضبية لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فاران، أخذت تقترب من دائرة الثلاث المراكز الأولى من المثلث الذهبي. هذه تتقدم هنا الضبية على المركز الرابع، بينما المركز الخامس من الجانب الآخر جمرة سعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان الثاني، حصل دخول وتسلل على جمرة من قبل مهرة لهجن الشحانية المضمر سالم بن فاران. هذه النتيجة وتنتصف المسافة مشاهدين الأعزاء. العودة إلى مقدمة الشوط إلى هجن الشحانية وهجن المرقاب ومعركة الجزاع في هذا المساء، القوة والإمتاع في ميدان التحدي في أرضية ميدان الشحانية. العودة إلى مقدمة الشوط، يا سلام، أرى الضغط المستمر والمتواصل من عالية لهجن المرقاب على صاحبة المركز الأول، على الزبارة لهجن الشحانية يضمر الزبارة فاران بن محمد بن قريع. يلا يا الصامل، يتابع الزبارة في المركز الأول، بينما عالية لهجن المرقاب أيضا لهجن المرقاب على المركز الثاني مع المضمر خميس بن سعيد الزرعي، بينما المركز الثالث وصلت الضبية يصل الشبل. هجن الشحانية تقدم الضبية على المركز الثالث بقيادة الشبل جابر بن سالم بن فاران. معركة الجزاع في هذا المساء، الشوط المفتوح. ناخذ احدى المنعطفات الى خط النهاية مع لوحة الكيلو وين الاخيرين عن خط النهاية، بينما المركز الرابع وصلت فيه مهرة لهجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران. المركز الخامس وصلت معاني لهجن الشحانية المشاغب في التضمير محمد بن خالد العطية. هناك أسماء لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، كيلو وين عن خط النهاية، عن معرفة بطلة الجداع هجن الشحانية وهجن المرقاب، وجها إلى وجه جنبا إلى جنب في ليلة الجداع في أيضا هذا المحلي الرابع. بدأت الهجن بالجهوز، بدأت التوقيتات الزمنية، بدأت المسافات القصوى لكل سن نراها على أرضية الميدان. العودة إلى مقدمة الشوط، يا سلام يا الصامل يقدم الزبارة على المركز الأول على صدارة الشوط، أخذت تنفرد في هذه اللحظات. ومن تصل أيضا عالية لهجن المرقاب تصل في المركز الثاني لهجن المرقاب مع خميس بن سعيد الزرعي. المركز الثالث وصلت فيه الضبية لهجن الشحانية مع سالم بن فاران على المركز الثالث، بينما المركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع في هذه اللحظات مهرة لهجن الشحانية يضمرها سالم بن فاران. المركز الخامس تصل في هذه اللحظات أول نداء لغدير لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. غادرنا لوحة 1500 متر الأخيرة يا مضمرين، يا جماهيرنا الأعزاء، وبانت المنصة وبان الحزام الأخضر اللي أيضا عند خط النهاية. الأمتار الأخيرة هجن الشحانية وهجن المرقاب، ما زالت الزبارة سيدة الموقف من بداية الشوط، وهي تستهدف وتصمد الزبارة، تصمد رغم الضغوط من هجن المرقاب اللي في المركز الثاني.
الميداني، ولكن الزبارة مع المضمر الصامل فران بن محمد بن قريع يقدمها خير تقديم. تفتتح الزبارة الكيلومتر الأخير عالية على المركز الثاني وتصل على المركز الثالث أيضا الضبية لهجن الشحانية. المركز الرابع تحركت مهرة لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران. المركز الخامس وصلت غدير لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. يوسلوم ارصد هذا الاختراق من العمق. هجن المرقاب تقدم اسم آخر الضبي لهجن المرقاب. الضبي والزبارة الزبارة والضبي 700 متر الأخيرة. الزبارة الضبي خطفت المقدمة، خطفت الشوط المفتوح لهجن المرقاب. أتتنا في اللحظات الحاسمة في الأمتار الأخيرة كمفاجأة وانطلقت كالسهم. ما شاء الله تبارك الله. هجن المرقاب تنتزع شوط الجذاع الرئيسي انتزاعا تهانينا والناموس لهجن المرقاب لمالكها سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني. ما شاء الله تبارك الله. الناموس لهجن المرقاب لجماهير هجن المرقاب في كل مكان. 300 متر أخيرة أو 300 متر الأخيرة طارت بالناموس. إذا بطلت الجذاع في هذا المساء الضبي. سلام يا الضبي سلام. ما شاء الله انطلقت كالسهم إلى خط النهاية. قف يا خط النهاية احتراما وتقديرا للضبي، احتراما لهجن المرقاب، تهانينا والناموس لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني وللمضمر خميس بن سعيد بن صالح الزرعي على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني الزبارة لهجن الشحانية مع فران بن محمد بن قريع. المركز الثالث وصلت الوارية لهجن الشحانية مع جابر بن سالم بن فران. المركز الرابع غدير لهجن الشحانية مع محمد بن خالد العطية. المركز الخامس الثمامة لهجن الشحانية مع سالم بن فران. إذن تهانينا والناموس لهجن المرقاب على انتزاع الشوط الأول الرئيسي المفتوح. التهاني والناموس لمالك هجن المرقاب سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني وللمضمر خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. إذن تهانينا والناموس لهجن المرقاب على انتزاع الضبي للشوط الرئيسي 9:23 توقيت مميز 44 جزء من الثانية. تهانينا لهجن المرقاب وللمضمر خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. المركز الثاني الزبارة قطعت المسافة في 9:28 60 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية وللمضمر فاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث اللي وصلت فيه الوارية قطعت المسافة في 9:33 و80 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحانية على فوز الوارية، والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران. أذكر